هذا البرنامج برعاية كريم هايبر ماركت. هلا صار وقت تحدينا الأول. تمام. بدي أشرح لك شرح بسيط عن التحدي. في قدامك هذول الوراق كابتن الكرتونة هاي تقدر تمسكها. تمام. تحدي أسئلة عامة. هم 20 سؤال. 10 راح تسألني إياهم، 10 راح أسألك إياهم. حلو. ونشوف مين راح يغلب الثاني. وأنا بعرف إنه الرياضي مش كثير يعني عنده روح رياضية. تمام. بس مش كثير بحب ينغلب. أكيد. ممتاز. أكيد. 100% أكيد. حنبلش التحدي تبعنا، بس قبل ما نبلش التحدي تبعنا كابتن، في عندنا الجرس اللي رن. تمام. ربحنا حدا. بدي أقوم أنا وأنت حاليا، أخليك أنت تختار واحد من البوكسز هذول الموجودين هون سيدي. تمام. عشان نشوف مين ربح معانا. فإحنا بدنا نحكي للمشاهدين حاليا. تفضل كابتن معاي. تفضل سيدي. هاي الجوائز. نشوف الجوائز على الكاميرا هون كابتن، أو هون وين ما بدك. حد وين ما بدك تحب وين تختار اختار. إحنا جاهزين سيدي، مش مشاكل. طب. على الكاميرا هاي اللي هون. بالنسبة للي ربح نعم. يعني بيقدر إنه شاركني؟ لا خلاص انا ما بحكي شيء، بس خلاص انا حاب اشارك. ممتاز. الجوائز وجبه لشخصين مقدمه من مطعم ليتس ميت. تمام. قسيمه بنزين بقيمه 10 دنانير مقدمه من المناصير للزيوت والمحروقات. اوكي. وباكج العنايه بالبشره مقدم من توني مولي. تمام. قسيمه شراء بقيمه 20 دينار مقدمه من سامكس. الف مبروك. سامكس 20 دينار. شو راح ياخذ فيه؟ يعني جهاز كهربائي مثلا صغير شيء ممكن كذا. صغير 20 دينار صغير. خلاص احنا بندعمه من عندنا 200 دينار حول. اوكي الف مبروك للرابح. الف مبروك. طيب اوكي كابتن، هذا البوكس خلصنا منه، راح نرجع عشان نبلش تحدينا. بدي تحكي لي كيف معلوماتك العامه سيدي؟ يعني نوعا ما المعلومات جيدة. في 10 اسئله لي و10 اسئله لك. 100% انا بسهل الاسئله لك. 100%. تمام. طيب تحب تبلش انت بالسؤال ولا انا ابلش بالسؤال؟ يعني اول شيء انا يعني من اشد المعجبين فيك حبيبي، فاكيد ما راح اسال وانت موجود. انت اللي بتسالني. طيب ماشي، حنبلش معك بالاسئله العامه كابتن. تمام. سؤالنا الاول. الاول. تمام. سهل هذا السؤال. تحضر افلام عربيه؟ لك على الافلام. نعم. اوكي. ما هو الفيلم العربي الذي ظهر فيه الممثل احمد حلمي بثلاث شخصيات مختلفه؟ ثلاث شخصيات مختلفة. طبعا. مختلفة. واحد منهم كان لعيب قدم وبحب الأهلي وكذا. أعطيك خيارات. واحد كان فيهم بطل هيك. أيوة. وعامل فيها سمسم هاي كده رضا. أيوة فخم. أصلي سؤال عندك سيدي. السؤال عندي. نعم. بصراحة السؤال سهل وحاب أسهل لك السؤال. يلا هات قل لي. يعني شو عملة الصومال؟ عملة الصومال الشلن الصومالي سيدي العزيز. ما شاء الله عليك بيرفكت. أصلي بيبي. اللي بعده عندي سيدي. تمام. ما هي اول جريده عربيه، انا بشتغل بالصحافه والاعلام وناسيها، ما هي اول جريده عربيه او تم اصدارها؟ تمام. خليني اعطيك معلم. اول جريده عربيه تم اصدارها. اوكي. جريده الوقائع المصريه، جريده الكابتن ماجد. هي خرائط حلوه حلوه حلوه. تمام. ام جريده شيحان؟ سهله، انا سهلت لك الخيارات كثير. ايش الاول؟ الوقائع المصريه. الوقائع المصريه صح كابتن، لانه الاعلام في مصر قوي جدا، فاكيد حتكون اول جريده مصريه. جريدة الوقائع المصريه، مع انه شيحان من ال كانت من الجرائد اللي زمان عندنا كثير متابعها كثير كنا. صحيح 100%. نعم. طيب سيدي السؤال عندك. عندي السؤال، علم الانثروبولوجيا بعدين مع الاسئله يا سعاد. ايش هو علم الانثروبولوجيا؟ صح؟ نعم انثروبولوجيا هي الانثروبولوجي اتوقع. انثروبولوجي يس. انثروب او انثروبولوجي اتوقع انه هو قريب علم البشر او علم الانسان، شيء مختص بالانسان. ما شاء الله عنك. صح؟ ما شاء الله عنك. انت اعلامي ولا عالم؟ ما شاء الله عنك. صحيح. طيب ممتاز. بس سؤال سهل يا اسامه. لا سؤال كثير بضحك يا كابتن. انا بعرف انه انت يعني ما شاء الله عنك معلوماتك جيده، فانا شايفك انا بحاول انه اجيب من الشيء اللي انت. وانا راح احاول اساعدك. طيب تمام تمام. من هو الحيوان الذي يصاب بالحصبه مثل الانسان؟ طلع كيف تطلع فيه صفر. حيوان يصاب بالحصبه مثل الانسان. عشان اساعدك، والحيوان شكلا قريب من الانسان. قرد. اسمح لي اساعده اسامه شوي. لا خلاص جاوب يا كابتن. جاوب. جاوب. القرد. القرد 100%. نعم هو الحيوان الذي يصاب بالحصبه مثل الانسان. بحصب عادي. طب بنصاب كورونا كمان؟ والله هاي كورونا ما بس اتوقع الحيوانات تنصاب كورونا. تنصاب كورونا. نعم في اتوقع القطط، وتسجل حاله في الاردن لكلب صاب بكورونا وعملوا عليه، والكلاب برا ببريطانيا هاي سعدون انصابوا بكورونا. الله ما واحد حدا كورونا سيدي. الله يبعد عنا. الله يخلصنا من هالامور. طيب كابتن سعاد بتقول لي انك انت فشقت عن السؤال الثاني. فشقت عن السؤال الثاني. يس.
فأنا يعني وعدتك إنه أختار لك أسئلة سهلة. سهلة بس مش مشكلة، يلا اسألني السؤال الثاني خلني أشوف. السؤال الثاني، ماذا تعني الغابات المطيرة؟ ماذا تعني الغابات المطيرة؟ الغابات الاستوائية اللي بنزل فيها شتاء. سعاد مساعديتك بالأسئلة صح، وبصراحة شكله ما راح أعتمد على أسئلة سعاد راح أعتمد طيب سيد أنا حساعدك. طب كمان نتيجة هيك سعاد لأنه شو ثلاثة ثلاثة إحنا هيك متأكدين. ثلاثة ثلاثة حلو. ما هو أول طائر عرف في الأرض؟ هل هو الغراب أم هو طائر الحب أم النعامة؟ غراب صحيح، لأنه ذكر في القرآن. صحيح 100% أصلي سيدي. أوكي. تمام. السؤال، سؤال عندك. تمام هذا السؤال سهل قول. بس بده شوية تركيز. تمام قول أنا جاهز سيدي. يعني من هو السلطان الذي قام بفتح القسطنطينية عام 1453 للميلاد؟ طب بزود خيارات؟ بعطيك خيارات، محمد الفاتح. تمام. أحمد الفاتح، محمود الفاتح. يا الله ما حصل لك. محمد الفاتح سيدي. يا الله الله يفتح عليك يا حبيبي. الله يفتح عليك. طلع لك فخم. طيب سؤال، كيف معلوماتك برياضة الجولف أو البولو خلينا نحكي بالأخص؟ أنا أكثر مهتم بالرجبي. بالرجبي طيب يعني... إن شاء الله يعني تعرف بس هذا الجو. عدد اللاعبين في فريق البولو كم؟ البولو؟ أربعة، ستة أو ثمانية؟ أربعة، ستة، ثمانية؟ أربعة، ستة أو ثمانية؟ بعتقد أنه ثمانية. لا بدنا نركز شوي. آخر مرة معك تجاوب أو آخر مرة؟ خسرت. اكيد ما بتخسر. اوكي هو 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 يعني خلص انا راح اساعدك احكي لك لانه حرام سعاد قالت لي يعني خلينا نحسب له اياها صح. الفريقين توتلهم بالملعب 8 كل أوكي. فريق كم؟ أربعة. أربعة. انا كنت احسب الفريقين يعني حسبت يعني حسبت اعد بشوفهم 8 بس طبعا اول مره بعرف كم عددهم. شكرا لك للمعلومه لك ولسعاد. طيب سيدي السؤال عندك. السؤال سهل وخاصة على أسامة الجتاوي سهل جدا يعني تكبرش براسي ما شاء الله عنك. قول خلينا نشوف. أكبر قارة في العالم من حيث عدد السكان؟ من حيث عدد السكان أكيد قارة آسيا وفيها الصين فيها الصين والهند وخلاص فيها الصين والهند والأردن يعطيك يعني خلاص سهل الأمور. طب كابتن احكي لي كيف كم عشت بالهند أنت تقريبا؟ تقريبا أربع شهور. أربع شهور يا أخي لطيف الهند. لطيفين جدا وشعب لطيف. أنا كنت بمدينة اسمها جوا، مدينة جميلة جدا يعني أكثر مشاهير بوليود موجودين في مدينة جوا. حلو. هي كانت مستعمرة برتغالية. تمام. الشعب الهندي طيب جدا وبصراحة هو جسمين، جسم علماء وجسم اللي هم الشعبيين صح يعني خلينا نحكي بتعرف دخل الفرد هناك بالنسبه لعدد السكان معدوم نوعا ما. معدوم نعم. بس بدي اسالك سؤال، جربت اكل الشوارع الهندي اللي بيقول لك يعني لازم تروح تجربه زي التشيكن مسالا، بتر تشيكن، الخبز يعني انا جربت الاكل الهندي بس بالخليج، بس بالهند ما كنت اكل الا سي فود. بس بصراحه يعني كنت اشرب الشاي حار. حلو. كنت اكل السي فود حار. حلو. كل الحياه حار يعني بعد الاربع لا ما بحبه يعني ما في مجال بس مجبر يعني احكي له من غير حار بكون من غير حار يعني بحكي لي بس شوي ليتل سبايسي. ليتل سبايسي الليتل سبايسي عندهم يعني جنة بقلب لنا يعني انا بالهند يعني اختلفت معي الامور عشان هيك فعلا كنت اطلب الشاي احكي له شاي وفي حار فعلا الشاي الهندي بيجي حار فالامور كانت صعبه عشان بس روحت الحمد لله ارتحت يعني بطلت ادخل فلفل على البيت بطلت ادخل اتعقدت من حتى البصل بطلت ادخله على البيت لانه في شوي حار. طيب السؤال عندي سيدي. نعم. السؤال بيقول لك ما هي عاصمه اوكرانيا؟ عاصمه اوكرانيا كييف ام بيونس ايرس؟ ارجنتين بيونس ام جنيف؟ كييف. حالك كيف حالك؟ انا كييف منيح كثير والله. كييف اكيد عاصمة اوكرانيا. كابتن لا مع المنتخب؟ لا مع المنتخب لا ما تعرف اوكرانيا هي اوروبا. احنا كان تصفياتنا كلها اسيا. وين سافرت والمنتخب كابتن؟ وين زرت اماكن سافرت على اماكن؟ اماكن مع المنتخب يعني طلعنا دول عربيه كلها، دول تقريبا شرق اسيا، اسيا كلها. نعم. الدول الاوروبيه اللي رحناها رحنا فرنسا، رحنا ايطاليا، رحنا مالطا. تمام ما شاء الله. رحنا قبرص، رحنا طبعا. تركيا، رحنا. اكثر دوله فيهم لفتت نظرك فعلا يعني من خلال زيارتك لها؟ يعني بصراحه اكثر دوله انا حبيتها وارتحت فيها وحسيت انه انا فعلا هذا المكان اللي انا كثير مبسوط فيه
دولتين خلينا نحكي. تمام. اول وحده فلسطين، تحياتنا لكل الشعب الفلسطيني، وتحياتنا فعلا للشعب الفلسطيني. فعلا بتحس حالك بين ناسك واهلك، وكثير مرحب فينا كاردنيين في فلسطين. صحيح. وبصراحه من الدول الجميله جدا فرنسا. فرنسا باريس يعني مكان برج عالم اخر، برج ايفل، الشانزليزيه. يعني والله انتم لعيبه مدللين بسفروكم. بس بصراحه يعني هاي يعني على مستوى الصعيد الشخصي كنت اروحها يعني. حلو. بتطلع وتتمشى، بس انت مع المنتخب انت بتطلع معسكر تدريبي مغلق. والمعسكر المغلق احنا جنود بنمثل، كنا المنتخب بنمثل وطننا، بنمثل يعني صح. الشعب الاردني ما في، كنا فعلا في دول احنا رحناها ما شفنا الا المطار، الأوتيل، حتى الأوتيل ما تشوف اللوبي، ممنوع نقعد باللوبي أو ما في وقت نقعد باللوبي، بغرفتك والملعب. صحيح. وعلى الطيارة على طول. ممتاز، الله يوفقك يعني إن شاء الله يعني. إن شاء الله الجيل القادم. الجيل القادم. إنه بيمثل الأردن. الله يوفقكم يعني، هيك رجعتني لزمان. يعني فعلًا. حياتك ما زلت بتلعب. برضو إحنا بالتدريب برضو كمان بدنا توفيق، وكل شخص بده توفيق رب العالمين. صح. يا رب الله يوفق الجميع. يا رب. طيب كابتن، السؤال عندك. السؤال عندي. نعم سيدي. ما هو بحر الروم الأبيض؟ بحر الروم الأبيض. بحر الروم، ما هو بحر الروم؟ بس مش عارف. أعطيك خيارات. آه. البحر الأحمر، البحر الأبيض المتوسط، البحر يعني أسامة أتوقع البحر الميت. يعني أسامة أتوقع الكابتن قال لك الجواب يعني قبل شوي. حكى بحر الروم الاحمر. والله الشيف، والله الشيف مركز معنا اكثر منك. لقطها الشيف. تمام. يعني البحر الاحمر. البحر الابيض. بحر الروم. حكيت بحر الروم. البحر الابيض. السعاد خسرت من النقطه، ما بقدر. خسرت من النقطه. خسرت من النقطه. حكى اللي انت حكيت لي اياها و... يعني بصراحه انا مستاء انك خسرت نقطه. انا مستاء لك كثير سيدي. انا مستاء. طيب، ما هو صوت الاسد؟ الاسد بذئر. زئير. الله عليك. وانت اسد سيدي. زئير الاسد. ما شاء الله عنك. حلو. من بعدك، من بعدك يا رجيتا. 7-5 النتيجه سيدي. 7-5. عندك السؤال. يلا اهو. شو من اي بلد نشا كورونا؟ اكيد من ووهان بالصين. طب من اي بلد؟ مش هذا السؤال. السؤال طبعا. من اي بلد صنع الكاتشب؟ من اي بلد صنع الكاتشب؟ نعم يعني الصين. شكرا لك. والله مقصر معك. والله انك فخم، والله انك فخم سيدي. يا زلمه شو 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 هال يعني، بس انا راح اكسى عليك هون على البينج بونج. ما عندك مشكله. خلص ممتاز. انا معك بامان. ما تزبطنيش. انا معك بامان. طيب بعدين الدنيا رمضان والواحد صايم وجايك تعبان. خف علينا شوي. اوكي. في اي مدينه يوجد تمثال ابو الهول؟ الجيزه ام الاسكندريه ام السويس؟ يعني تعرف انه انا لعبت في الزمالك المصري، تعرف انه كنت في مصر يعني مقيم في مصر يعني، فاكيد في الجيزه. صحيح. يا اخي احكي لنا عن الشعب المصري، لك تلعب فتره بالزمالك. نعم. منيحه بمصر كان جدا. فعلا الشعب المصري شعب طيب، شعب لطيف وخدوم. نعم. الفتره اللي انا كنت فيها في مصر رايح العب كره قدم، كنت امثل نادي الزمالك، فبتحس كل الشعب فاهم كرة قدم، بده يحلل، بده يتابع، فثقافتهم بالرياضة كثير عالية. ممتاز. تمام. شعب طيب فعلا، بنوجه لهم تحية للشعب المصري. أكيد. تحياتنا لكل الشعب المصري اللي إن شاء الله يعني يكون في جزء منهم عم بتابعنا حاليا. إحنا وين وصلنا؟ أنت مفروض تسألني. المفروض. كم النتيجة؟ 8-6 إلك سيدي. بحب أسمع هاي النتيجة أنا. سؤال عندي. يلا تفضل، بلاش تكسى علي أنت كثير. يلا. انت بالقارات كيف امورك؟ والله زي يعني انت مثلا زي كيف خبرتك في الميكانيك؟ نفس الشيء. بكسات وخبرة الميكانيك ممتازة. يلا ممتاز. يعني امورك في تمام. تمام. كم عدد الدول الاسكندنافية؟ عدد الدول الاسكندنافية، خلينا نحكي اول شيء الدول الاسكندنافية شو هي يعني. السويد. صح. مظبوط. هي ثلاث دول. السويد، الدنمارك، والنرويج. ثلاث. ان شاء الله. صح. الله يحميك، الله يحميك لاهلك يا هالشاب حبيبي. الله يخليك لاولادك. طيب سيدي، ما هي البلد الشهيره بصنع البيتزا؟ يا سلام، تلياميتو. تاليانو. موتسي جراسيا. ايوه. ايطاليا. اسامه انا 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 بقول مع الاسئله هاي خلص، جيب الكابتن عندي بالمطبخ وقعدني محله خلص. يعني الاسئله عن الاكل وعن الاشياء هاي عن جد. كل الاسئله عن الاكل يعني، انتم جايبين شيف ولا جايبين لاعب ولا يعني مش عارف. بقول خليك في التونه اللي عندك. والشيف جاي يحكي لي بدك تتسحر لانه ضيفنا رياضي وبياكل خفيف.
انا نحيف بس مش شرط اني باكل تونه، يعني مش بقول بدي احكي لزوجتي ولا لامي بدي اتسحر سندويش. والله سحروني تونه اليوم، اتسحر سندويش التونه عشان انه بتعرف الافوكادو والتونه يا سلام كم بقدر اصوم فيهم هذول. هلا انت بس تشوف السحور والحواضر حاضره راح يعني جد تمتع نظرك يا بطبخ يا اللي عامله يعني شيف فارس. تمام ان شاء الله ممتاز اصلي. سيدي السؤال عندك. السؤال عندي نعم. ما هو البحر الذي يحد دولة تركيا من جهة الشمال؟ الشمال الأسود. من فوق بحر الأسود. نعم. ما صبغوا؟ لا ثابت أسود عندك سؤال تفضل. أوكي. ما هو الفيتامين الوحيد الذي لا يوجد في البيض؟ شو هذا السؤال؟ طيب الفيتامين الوحيد الذي لا يوجد في البيض فيتامين جيم، فيتامين دال، أو فيتامين واو؟ فيتامين جيم دال أو واو. واو اتوقع انه فيتامين الواو. خير الامور اوسطها يا كوتش. شيف تقدر تساعدنا؟ عندك الموضوع. عندك الموضوع. ايش شيف انا؟ بقول لك خير الامور اوسطها. دال؟ حتى انت يا شيف كمان يعني. حتى الشيف انت كمان عكيت معنا. دال؟ لا. برضو الدال مش موجود؟ جيم. جيم. بس راح نخسرك الموضوع. اوكي. هيك احنا متعدلين. ممتاز؟ تمام. اوكي. فيتامين عندك واخر سؤال. طب ايش موجود فيتامين الجيم؟ احنا متعدلين لسه. فيتامين الجيم ايش موجود؟ هلا انا بعرفش يعني انا مش راح اقدر اعطيك فيتامين جيم باي الاشياء موجوده. لا ما هو انت بدك تعطيني السؤال ويعني هو يعني انت بدك تعمل زي مثل اللي حضر الجن وما يعرفش يصرفه. انت بتجيب لي السؤال بس انه بس عشان تخسرني. لا هي ساعات عم بتفلتني مش عارف شايف ايش قابل الخساره. لا انا ما عندي مشكله بخسر معك. اوكي بس انه انت بدك تعطينا معلومه. والله هي سعاد بتقول لي خلاص ما راح نزعلك وحنحسب لك اياها. لا 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 انا فيتامين جيم يوجد في الحمضيات. سعاد مصر تحط لك نقطه. شكرا يا سعاد انت فايز يعني بصراحه. خلص ممتاز سيدي. سؤال انا كسبان شوفتك يا اسامه كسبان الناس الطيب اللي انا متشرف اني متواصل معهم عبر طقس العرب وموقعكم المرتب وانتم اشخاص اشخاص دائما طقس العرب. طبعا اكيد الله يسعدك اكيد نتابعكم. الله يخليك. كيف بدي اعرف الجو بارد ولا حار؟ شو بدنا نلعب؟ شو بدنا نلبس؟ كيف بدنا نطلع؟ متى بدنا نطلع؟ محبين الشتاء ولا محبين الصيف؟ انا محبين الشتاء. محبين الشتاء. نعم تمام ممتاز. سؤال عندك. ألا ليت الشباب يعود يوما. أبو القاسم الشابي أو أبو المشيب. فأخبره بما فعل المشيب. من القائل؟ نعم مش أبو القاسم الشابي. لا مش أبو القاسم الشابي. طيب أعطيني أعطيك خيارات. خيارات مشاك باسم. أنا يعني. شاك باسم؟ آه. شاك ولا متأكد؟ يعني 60% متأكد. امرؤ القيس. أوكي متنبي. أوكي. ابو العتاهيه. هلا هو اتوقع ابو العتاهيه. انا كنت شاكي بشيء ثاني بس لانه مش امرؤ القيس ولا المتنبي. مين كنت شاك؟ انا صراحه بتذكر انه ابو القاسم الشابي او ابو الاشي. فما دام في ابو العتاهيه هو ابو العتاهيه. ما شاء الله عليك. توقعت انك شاكي بحدا ثاني. كنت يعني شاكك باسم اخر اللي هو نسيته. والله العظيم نسيته. طب كيف شاك فيه اذا نسيته؟ والله العظيم نسيته. ما شاء الله عليك. الله يعطيك الف عافيه. خلصوا الاسئله معي هيك الامور تمام. خلصوا الاسئله. قد ايه النتيجه يا سعاد؟ 19 لك سيدي. الف مبروك. مثبتينها على الشاشه؟ راح تطلع على الشاشه. اوكي شكرا. راح تطلع على الشاشه هيك. طيب. الامور تمام. هذا البرنامج برعايه كريم هايبر ماركت.